من سعيد لا تبتسمي في مناسبة. بعرف بعرف، أصلاً أنا جاي من شان هيك. مبروك 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 على إيه؟ يو شو على إيش؟ من شان فرج. أم سعيد أنت جنيتي؟ يو هلأ هيك بتستقبلوا اللي جاي يبارك لكم؟ لك شبكي مسعيد، شو خرفتي على زغر انتي؟ هلأ الوحدة وقت بتترمى بتصفى بقمع راسها بيجوا بيقولوا لي مبروك، تروحي قتل. لا يو أنا جاي بارك بنجاح العملية. لك أنا عملية؟ خدي اقري. ولي شو ها؟ قال دبول وأهالي قرية أم الطنافس يشكرون الدكتور زياد على العملية الجراحية الناجحة التي أجراها لعميد قريتهم فرج دبول بعد الحادث المؤسف الذي تعرض له. ماما سحبوه سحبوه. سعيد بدي اعطيك سيارة بطيخ مكعب بتطلع قد تنتين مدحمر. صحيح خير، شو هذا الحادث المؤسف؟ لك مو وقعت الطيارة بالمثلث شيت البرمودا؟ الحمد لله على السلامة والف الحمد لله. ولي شو ها؟ شايفة ما بتعملي محلاها؟ شايفة؟ عجبتك مسينة كتير، رح أغيرها. شو ها؟ لك ليش طفيته؟ خرب بيتكم من حالكم، شو بدكم العالم يحكوا علينا يعني؟ صهري ما صار له 124 ساعة وأنتوا قاعدين عم تفرجوا على التلفزيون. اعود بلا لا عود. حط لك عشا جمولة. تاكل بطيخ جميل. وليه؟ وليه؟ يخرب بيتك من حالك، مالك زعلانة على جوزك؟ مبسوطة؟ جميل بس بقى أصبح أنت مالك دريان باللي صار. ليش شو صار؟ لك مو سحبوه لفرج من المثلث شيت البرمودا. لا. خذ اقرا. دكتورة قرأني مثلا تسجل الدكتور من التربية على عملية قبل الجلد. ولو كان ما في داعي لهالفرح. شلون ما في داعي للفرح؟ مو فرج راجع لنا؟ راجع لك؟ بجوز بقيان شي شقفة منه تم سمكة قرش. ما بيهمني، ناقص مو ناقص المهم يرجع لي. أمي معناتها أنا لازم أرجع على أم الطنافس من كل بد مشان خبرهم باللي صار. خليك لبكرة الصبح، شو صاير عليه؟ بدي روح أنتقم من هدول تبعات الزلغي. ليش كمان اليوم ضلغطوا؟ اليوم مسكوا دبكة. يخرب بيت أم الأمون. وهذا فرج جده لفرج، الله يصلحه، ما بيبطلها هالشغلة. أنا شغلة؟ امبارح راح وتنخع بوشه للمختار. شو يعني تنخع؟ شو بيعرفني؟ أكيد شغلة مو منيحة. شو بيعرفني؟ أنا لازم أروح على أم الطنافس. إيه روح. صحيح أمي، وهذا أبو كارو الله لا يوفقه هو اللي أخذه معه، شو بهدلنا؟ نحن ملبوشين بالعزا، راح لما أولاد الضيعة كلياتهم وصار يلعبهم بالدحك، خسرهم، حاجرهم، اشتغلت لك الكريكات، وزلغيت من قرنة ولويل من قرنة، والحجار تطير من فوق راسنا مثل الشنة. لازم روح على أم الطنافس. دا جميل، مر على أبو ياسر وخذه معك. تضربي أنت وياه التاني شو غليظ، ما بيصدق إمتى حدا يموت لحتى يهوش، منيح اللي ما تخسلت مشان روح على أم الطنافس. إي روح، مع السلامة. سلمي هي مرت عمي خلصت الحلقة حطوا الشارة بغيروا. كم 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 صباح الخير أبو الكر. صباح النور. لا كرنسية مكسورتك لما عم بحكي معك. أمرك نزلته ها؟ وينه محروس؟ جوا عند المدام. مع صارب علي المدام ما لازم تنترك لحالها، لروح انا كمان. شو فايت تعزي مالك؟ اسمعك شي 70 مرة معزي. لك اذا انا القريب ما وقفت جنبها، مين بدي واقف جنبها؟ لك عشية عمر من الصف الرابع سوا. بس هالمرة ما بقت تزبط معك. شو قصدك؟ شوف قديش انا سوسين والخمار، بس الك بالذات ما رح اقول لك. لك شوفي احكي. بدي احكي ولا؟ شوفها لو تقتلني بالبراميش بدي. لك احكي قديش؟ برضو بديش. انا برايي لازم نتحرك بسرعه، الله اعلم معه مصاري ما معه مصاري، بيقدر يجي لحاله ما بيقدر. معك حق، هي صحيح العمليه نجحت، بس عمليه ايش؟ طيب شلون بدنا نوصل له؟ كيف بدنا نكوشه؟ الله يصلحه هو الثاني، يتصل وقول وينه. شلون بده يتصل؟ ما بتعرف قديش غاب بمي من المثلث شيت البرمودا. بجوز يكون بالعناية المشددة، لا من تمه ولا من كمه. لك يلا تفضل تفضل فوت.
لا اله الا الله، لا اله الا الله. تفضل استريح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خبرك ابو كيرون؟ يقطع عمره الحيوان، صار له ساعة بحرب بدني وما كان يجي شيء. خير ان شاء الله، شو القصة؟ فرج. الله يرحمه الرحمن يا رب. شو الحكي اللي عم تحكيه يا عمي ابو ياسر؟ كشبرا وبعيد. شو كشبرا وبعيد؟ صرنا يومين حزك مزك على ام التنافيذ. فرج ماما. لا إيه هذا مو حكي. شو الشغلة على كيفه؟ شباك ابو ياسر ليش هيك محمود؟ شو الشغلة لعبة؟ وزعنا النعوات. أنو نعوات؟ امبارح انا طلبت من المطبعه يطبعوا نعوات باسم الشركه ويلزقوها. يا لطيف شو بتحب الفاينه؟ مين طلب منك توزع نعوات؟ لك هذا واجب. بهيك شغلات ما حدا بيطلب للتاني. ايه مثل ما وزعت النعوات ابو ياسر بتجيب سطل دهان اسود بتمر عليهم وحده وحده وبتلخبطهم. وينكم؟ تاني مره ما عاد اطبع اي نعوه الا بناء على تقرير الطبيب الشرعي. شو الشغله مسخره؟ صحنا يومين بكل شغل بطل. منين انتو بتعرفوا اسم الجمعية اللي نظمت الندوة؟ ايه اللجنة الدولية لتحسين اصناف البطيخ. خلاص انا بروح بجيبه. ايه بتعرف العنوان انت؟ اللي بيسأل ما بيتوه. بعدين امريكا ليك لحشة حجر. عم اذنكم. بدك معه. سعي لحشة حجر. انا بعرف فركة كعب. شكر الله سعيكم. شكر الله سعيكم. إن شاء الله بتلحقوا بيدكعكة. شكر الله سعيكم. شكر الله سعيكم. شكر الله سعيكم. وين جماعة؟ شكر الله سعيكم. شكر الله سعيكم. ولا ترد علي، وين الجماعة؟ جوا. لك صحيح أنت ما أدري. لك مو طارينك هذا فراش. طلع مثل قطعة بسرعة الرواح؟ لك حدا بيطلع من مثلث برمودا؟ لك سحبوه من مثلث برمودا واخذوه على امريكا وعملوا له عملية ورايح محروس يجيبه من امريكا؟ يعني عايش؟ طالما عايش ليش هيك عم ترد على التعازي؟ اهلكت لك اهلكوني يا اخي، شو كل واحد بيحكي للقصة لحاله؟ ها؟ والله مسخرة انت. شكر الله سعيكم. عبال عندكم. شكر الله سعيكم. لحم هي مين باخي شام بخوشه؟ انت ما كم صفت كبه صاروا سته وهذا السابع. بحاجه كوسر بيقدون بلا ما يخموا على الطريق. ما بيخموا ولا شيء، يا دوبهم يكفوا لوحين بدهم ياكلوا مو لوح واحد. ما تعملي حاجه باذنجان، ليش حشيتيهم كله؟ بدي كمل عشوائي. ايه ماما، لانه فرج بس يشوف الباذنجان المحشي بتدفي الروح. شفتي شلون؟ بحسب حساب لقدام انا. كشك شنه قليش، كبه مقليه، باذنجان محشي بحد، كبه مشويه. امي هلا وين بدهم ينتعموا كل الاغراض على امريكا؟ ولا يهمك استاذ جميل، ولا يهمك شو انا بدي ينتعم على ظهري، طالع بالطياره. محروس منيح اللي لقيتك. لك هذا فرج رجع غرق مثلث برمودا. حاجة ابو ياسر منين شفت هالحكي؟ مين اللي قال لك؟ كاتبين بالجريده. هلا اذا كاتبين بالجريده يعني ضروري يكون فرج بقلب الطياره. خد ارا خد هات لشوف. قال دبول واهالي ام الطنافس في المهاجر الامريكيه الشماليه والجنوبيه ينعون اليكم ببالغ الحزن والاسى عميد اسرتهم وقريتهم فرج دبول الذي قضى في حادث مؤسف اثناء عودته لارض الوطن. هو علينا. هذا الطيار ما كان ينضرب على قلبه ويحيد عن المثلث يتبرمودا دبقه. يعني بدنا نرجع نلبس اسود؟ على كل انا رح سافر ومو راجع بدون فراج، على رجلي على العكازات بالتابوت، مو راجع غير هو معي. عم بيقول تابوت. قومي امشي لامي خليها لجوا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. عليك يا فرج.
معليشي كوثر معليشي، مثل ماما لصوه من المثلث جيت برمودا اول مره بيملصوه ثاني مره. يا ماما يعني رح تكون كل وقعاته بزلابي؟ شو يعني زلابي؟ شو يعني زلابي؟ شو بعرفني؟ فهمتي شيء؟ ما فهمت شيء. احسن كوثر، شو رايك بكره الا ما يطلع له شيء دكتور ويشكروه على نجاح عمليته؟ وانت شو عرفك؟ فرج ما شاء الله حوله، ما شطيحه طوال، سبيح، حتى لو وقعت الطياره بالمثلث جيت برمودا بيكمل سباحه. تفضل يا ابو ياسر. تفضل. يلا تعبناك معنا. يلا اهلا وسهلا يا ابو ياسر. اهلا ابو ياسر. روقوا. السلام عليكم. محروس طار 10 12 ساعة بيصير بامريكا. ان شاء الله ما ينضرب على قلبه هالطيار ويحلق لي فوق المثلث شيت البرمودا. لك شو يحلق ما يحلق؟ ذاتا هو رايح خص نص لهنيك، بيوفروا عليه تعب. ايه يلا لازم نروح نخبر اهله لفرج بيوم الطنافس. لا الله يرضى عليك عمي ابو ياسر، يقعد يكون كمان جده لفرج متنخي على بوش المختار، ام نتبهدل. هلا انتم ما بدكم تفهمونا شو يعني متنخي؟ ايه تدرسي شو مخك سميك؟ كمان بدي اقول لك انه انا ما بعرف، ابو ياسر بيعرف، فهمها عمي ابو ياسر. ايه شو بيعرفني؟ بس باين شغله مو منيحه، وجده لفرج ما بيعرف غيرها، كل يوم بيروح لعند المختار بيتنخى وبيرجع. هلا امنا من هالحديث انت وياه وياها، مزبوط عم يحكي ابو ياسر، لازم تروح على ام الطنافس وتخبرهم واجب هذا. امي ليش لحتى نخبرهم؟ ما زال هن اللي ناشرين النعوه بالجريده. لا مو هن اللي ناشرين النعوه بالجريده. لكن مين؟ المغتربين شات ام الطنافس يلي بالمهجر. معناتها لازم نروح نلحق على ام الطنافس. يلا امي بدك شيء من ام الطنافس؟ جيب لي اربع خمس بطيخات. على عيني. يلا قومي حطي عشان